استمتعنا بمكتب الدكتور عيسى الحاج علي والدكتور محمد ابراهيم طه. الروايه اكثر من رائعه يا دكتور زين، وانا ارى انها فتحا جديدا في عالم الروايه العربيه والمصريه. تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تذكرنا بالروايات العظيمه الموجوده في الادب الغربي والتي تناقش تاثير الحروب على المجتمعات وتطورها، زي روايه نيوتولستوي عن الحرب والسلم وتاثير الحروب النابليونيه على المدن الروسيه، وكذلك وداعا للسلاح لارنست هيمنجواي، ولمن تقرا على دراسه ارنست هيمنجواي برضه. طبعا يمكن انا بستشف عباره الدكتوره صفاء النجار لما قالت ان تكاد تكون منطقه القناه ومدينه بورسعيد هي المدينه الوحيده اللي يعتبر الحرب اثرت على المجتمع فيها، تهجير وهدم بيوت وقطع ارزاق وانتقال مجتمعات من بورسعيد الى القاهره ثم عودتهم مره اخرى، يمكن باقي المناطق ما تاثرتش بيها. عشان كده يعتبر روائيين الشرق او روائيين منطقه القناه هم الروائيين الاكثر جداره ان هم يقدروا يحكوا الدراما اللي نتجت عن الحرب وتاثيرها على الشعب بورسعيد. بتفق بس مع راي الدكتور صفاء النجار ان العنوان يعتبر خادع بعض الشيء، او لانه انا عن نفسي اقسم بالله انا جاي الندوه وفاكر روايه الحرب في الشرق حاجه تقصد الحرب في اوكرانيا ان هو شرق العالم لم ياتي في زي ولو انه برضه بينطبق على مصر ان منطقه بورسعيد هي الشرق ايضا. الف مبروك يا دكتور زين وعقبال من الى شكرا بيت الرباعيه كلها.